بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها، فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فإن كلمة لا إله إلا الله لا بد من النطق بها. أول شيء لا بد من النطق بها، لأن المشركين أبوا أن ينطقوا بها، لأنهم يعلمون أنهم إذا قالوها تركوا عبادة الأصنام واقتصروا على عبادة الله وحده، وهم لا يريدون ذلك، يريدون البقاء على أصنامهم، يريدون أن يعبدوا الله ويعبدوا معه الأصنام، وهذا باطل، لأن عبادة الأصنام تبطل عبادة الله وتبطل كلمة لا إله إلا الله. فهم لما رأوا هذا أبوا أن ينطقوا بها. لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ فهموا معناها أنها تنفي وتبطل عبادة ما سوى الله سبحانه وتعالى، فهم لا يريدون هذا، أبوا أن ينطقوا بها، لأنهم يأنفون من التناقض أن يقولوها وهم يعبدون غير الله، فتمسكوا بما هم عليه. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، هكذا يقولون: امشوا واصبروا على آلهتكم، لا تتركوها، لأنكم إذا قلتم لا إله إلا الله تركتم آلهتكم. هم لا يريدون هذا، ما هم يريدون قولا بلا عمل مثل جهال المسلمين يقولونها ويدعون غير الله، قول بلا عمل ما تنفع. إذا قالها الإنسان فلا بد أن يعرف معناها أولا، معناها لا معبود بحق إلا الله، هذا معناها، مقتضاها أن يترك الشرك ويبتعد عنه ويعبد الله وحده لا شريك له، هذا مقتضاها. أما مجرد أنه ينطق بها ويكررها بدون أنه يعمل بمقتضاها فإنها لا تنفع، لأنه ناقضها بالشرك. ليس المراد التلفظ بها فقط. المنافقون وهم الذين أظهروا الإسلام وهم يبطنون الكفر في أنفسهم، منافقون في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. يقولون لا إله إلا الله لكن لا يعتقدونها بقلوبهم، ينطقون بها بألسنتهم تقية ولا يعتقدونها بألسنتهم، صاروا في الدرك الأسفل من النار، شر من الذين امتنعوا من قولها، شر من المشركين الذين أبوا أن يقولوها. ليس المراد النطق بها فقط. نعم. وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها. مع الجهل بمعناها، لا بد أن تعرف معناها، معناها لا معبود حق أو بحق إلا الله، هذا معناها. نعم. فإن هذا شيء. الشيء الثاني لا بد أن تعمل بمقتضاها، يعني تترك عبادة غير الله. نعم. فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار. نعم. مع كونهم يصلون ويصومون ويتصدقون. هم يصلون ويصومون ويتصدقون، وقد يجاهدون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الظاهر، وأما في قرارة قلوبهم فهم لا يؤمنون بالله ورسوله، لكن
يعملون هذه الأشياء تقية ليعيشوا مع المسلمين، لذلك صاروا في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. لا بد أن إذا قالها الإنسان أن يلتزم بما تدل عليه وهو التوحيد وترك الشرك. نعم. ولكن المراد معرفتها بالقلب ومحبتها ومحبة أهلها. ولكن المراد معرفتها، المراد من لا إله إلا الله، معرفتها بالقلب، معرفتها بالقلب ما هو باللسان، معرفة يعني اعتقاد ما تدل عليه بالقلب، هم مجرد النطق باللسان مع إنكار معناها بالقلب. نعم. ومحبتها ومحبة أهلها، محبتها الولاء والبراء، لا بد من الولاء والبراء، الولاء محبة الصالحين وعباد الله المتقين، والبراء البراءة من المشركين أيضا، هذا من لازم لا إله إلا الله أن توالي أولياء الله وأن تعادي أعداء الله. نعم. ومحبتها ومحبة أهلها وبغض من خالفها ومعاداته. نعم. كما قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا، وفي رواية صادقا من قلبه، وفي لفظ من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، إلى غير ذلك من الأدلة. هذا مقتضاها، من قال لا إله إلا الله مخلصا، وفي رواية صادقا من قلبه، ما هو يقولها باللسان فقط لكن يعتقد معناها ويؤمن به، فهذه هي حقيقتها، قالها معتقدا لمعناها، ما هو يتلفظ بها فقط ولا يعتقد معناها أو يجهل معناها ولا يدري ما هو، هذه مصيبة، معتقدا لمعناها. أيضا ما يكفي هذا، بل يكون عاملا بمقتضاها، بمقتضاها وهو ترك عبادة غير الله سبحانه وتعالى. نعم. وفي لفظ من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، هذا القيد، ما اقتصر الرسول صلى الله عليه وسلم على قول لا إله إلا، قال وكفر بما يعبد من دون الله، يعني اعتقد بطلان عبادة غير الله وترك عبادة غير الله، هذا هو الذي حقق لا إله إلا الله. نعم. إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على جهالة أكثر. إلا كثير من الناس اليوم يقولون لا إله إلا الله ويوردون لهم أوراد، لكنهم يقولون يا علي يا حسين يا عبد القادر يا فلان، يدعون الأولياء والصالحين أن لا إله إلا الله، كفروا بها. نعم. إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة. نعم. إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة. نعم، على أنهم لم يتعلموا معناها ولم يعملوا بها، إنما يقولونها بألسنتهم. نعم. واعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات. إيه، افهم هذا، هذه الكلمة لها ركنان، ركنان، الركن الأول النفي لا إله، والركن الثاني الإثبات إلا الله، فلا بد أن تعرف هذا، أن تعرف أنه لا يعبد بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وأن ما عبد من غيره فهو باطل، لا بد تعتقد هذا، تترك عبادة غير الله. نعم. يعني أمران، لا بد من معرفة معناها ولا بد من العمل بمقتضاها، وليست مجرد قول باللسان فقط. نعم. واعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات، نفي الألوهية عما سوى الله تبارك وتعالى من المخلوقات، حتى عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن حتى الملائكة. عن محمد ما يعبد الرسول، ما يعبد، يعبد الله وحده، ما يعبد الرسول ولا يعبد الأولياء والصالحين ولا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، ولا تعبد الأصنام والأشجار والأحجار والقبور. نعم. حتى عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن الملائكة حتى جبرائيل، فضلا عن غيرهم من الأولياء والصالحين. نعم، لو أن واحدا يدعو جبرائيل أفضل الملائكة
كفر بالله، ولو أن واحدا يدعو محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل البشر كفر بالله عز وجل، نعم، وصار مشركا، نعم. إذا فهمت ذلك فتأمل هذه الألوهية التي أثبتها الله لنفسه ونفاها عن محمد وجبرائيل عليهما السلام، فضلا عن غيرهما من الأولياء والصالحين، أن يكون لهم مثقال حبة من أن يكون لهم مثقال حبة خردل، يعني مثقال حبة خردل من العبادة أو من الملك، هذا لله سبحانه وتعالى، ولكن الله يملك من يشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، نعم. إذا عرفت هذا فاعلم أن هذه الألوهية هي التي تسميها العامة في زماننا السر والولاية، فالإله معناه الولي الذي فيه السر، وهو الذي يسمونه الفقير والشيخ، وتسميه العامة السيد وأشباه هذا، ويتخذونهم معبودين من دون الله، يقولون هؤلاء صالحون يقربوننا إلى الله ويشفعون لنا عند الله، كذا يقولون، كما قال إخوانهم من المشركين يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نعم. وذلك أنهم يظنون أن الله جعل لخواص الخلق عنده منزلة يرضى أن الإنسان يلتجئ إليهم ويرجوهم ويستغيث بهم ويجعلهم واسطة بينه وبين الله، يعتقدون هذا، يعتقدون أن الله أوجب أن يتخذ الإنسان واسطة بينه وبين الله من الخلق، من الأولياء والصالحين والملائكة والرسل، الله ما أمر بهذا، الله أمر أن يعبد وحده لا شريك له، ويتبع أنبياؤه ورسله، ولا يعبدون، يتبعون بما جاءوا به وبلغوه عن الله، ولا يعبدون مع الله سبحانه وتعالى، هذا هو الحق في حق الأولياء والصالحين، نعم. فالذي يزعم أهل الشرك في زماننا أنهم وسائطهم هم الذين يسميهم الأولون الإله، والواسطة هو الإله، فقول رجل لا إله إلا الله إبطال للوسائط، نعم، إبطال للوسائط من دونه سبحانه وتعالى، يحتجون بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يقولون الوسيلة معناها أن تجعل بينك وبين الله واسطة من الأولياء والصالحين، وهذا كذب على الله ورسوله، تفسير للقرآن بغير تفسيره، ابتغوا إليه الوسيلة هي العمل الصالح، الوسيلة هي العمل الصالح الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى، هذا معنى الوسيلة، ابتغوا إليه الوسيلة، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، هذه هي الوسيلة، الوسيلة عبادة الله وحده لا شريك له، وليست أن تجعل بينك وبين الله واسطة من الخلق تعبده وهو يرفع حوائجك إلى الله ويشفع لك عند الله كما يقوله المشركون والقبوريون، نعم. إذا أردت أن تعرف هذا معرفة تامة فذلك بأمرين، الأول أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقتلهم وغنم أموالهم واستحل دماءهم وسبى نساءهم كانوا مقرين لله بتوحيد الربوبية، نعم، كلهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض سخر الشمس والقمر إلى آخره لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، هذا توحيد الربوبية، لكنهم يعبدون مع الله غيره، ما أقروا بالألوهية، نعم. كانوا مقرين لله بتوحيد الربوبية، وهو أنه لا يخلق إلا الله، ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الأمر إلا الله، وهذا لا يكفي، هذا توحيد الربوبية، المشركون مقرون به ولا يكفي، لابد من توحيد الألوهية، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، نعم. كما قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار
ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. قل للمشركين، يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم يقول له قل للمشركين من يدبر الأمر، من يخلق، من خلقكم، من رزقكم، من يقولون الله، قل أفلا تتقون، أفلا تتقون الله فتفردوه بالعبادة. أنتم أقررتم أنه هو الرب المتصرف مالك الملك، أقررتم بذلك، فلماذا لا تقرون بإفراده بالعبادة وترك عبادة ما سواه؟ لماذا تتخذون معه آلهة لا تملك شيئا؟ اتخذوا من دونه آلهة لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. نعم. وهذه مسألة عظيمة مهمة، وهي أن تعرف أن الكفار شاهدون بهذا كله، شاهدون بتوحيد الربوبية ولم ينفعهم، ما يكفي، لابد من توحيد الألوهية مع توحيد الربوبية، لأن التوحيد نوعان، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ما يكفي توحيد الألوهية، ما يكفي توحيد الربوبية بدون توحيد الألوهية. نعم. شاهدون بهذا كله ومقرون به، ومع هذا لم يدخلهم في الإسلام، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم، وهم يقرون بالربوبية. ما تكفي الإقرار بالربوبية، لابد من إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه، هذا توحيد الألوهية. نعم. ومع هذا لم يدخلهم في الإسلام ولم يحرم دماءهم وأموالهم، وكانوا أيضا يتصدقون ويحجون، كانوا في المشركون يتصدقون، كانوا يتصدقون، تقربون إلى الله بالصدقة، كانوا يحجون إلى البيت ويعتمرون، ولم ينفعهم هذا لأنهم يدعون غير الله ويشركون مع الله غيره. نعم. وكانوا أيضا يتصدقون ويحجون ويعتمرون ويتعبدون. نعم. ويتركون أشياء من المحرمات خوفا من الله عز وجل. نعم، يتركون بعض المحرمات، يدينون لله بأن هناك حلال وحرام ويتجنبون الحرام، ما ولم ينفعهم هذا لأنهم لم يفردوا الله بالعبادة. نعم. ولكن الأمر الثاني هو الذي كفرهم وأحل دماءهم وأموالهم، وهو أنهم لا يشهدون لله بتوحيد الألوهية، وهو أنه لا يدعى إلا الله ولا يرجى إلا الله وحده لا شريك له، ولا يستغاث بغيره ولا يذبح لغيره ولا ينذر لغيره، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل. فمن استغاث بغيره فقد كفر، ومن ذبح لغيره فقد كفر، ومن نذر لغيره فقد كفر. من استغاث بغيره، بغير الله، فقد كفر. استغاث بغيره يعني طلب الغوث منه فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فهذا كافر. أما من يستغيث بالمخلوق الحي الحاضر فيما يقدر عليه لا بأس، هذا من التعاون، هذا من التعاون، والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى. فإذا كان حاضرا عندك وقادر على أن يغيثك، استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، قصة موسى عليه السلام أدل على أن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه أنها جائزة، أما الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه فهذا محرم شرك. نعم. فمن استغاث بغيره فقد كفر، ومن ذبح لغيره فقد كفر، ومن نذر لغيره فقد كفر، وأشبه هذا. كل أنواع العبادة، العبادة اسم جامع، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كله عبادة لله عز وجل. نعم. وتمام هذا أن تعرف أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون الملائكة وعيسى وعزيرا وغيرهم من الأولياء، فكفرهم الله بهذا مع إقرارهم بأن الله هو الخالق الرازق المدبر. فإذا عرفت معنى لا إله إلا الله، وعرفت أن من نخى نبيا أو ملكا أو ندبه أو استغاث به
فقد خرج من الإسلام، وهذا هو الكفر الذي قاتلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه مهمة جدا أن تعرف هذا الأمر، تعرف لماذا الرسول قاتل المشركين وهم يقرون بالربوبية لله عز وجل، وأيضا يعبدونه ببعض أنواع العبادة، لأنهم ما اقتصروا على عبادة الله بل عبدوا مع الله غيره من الأولياء والصالحين والأشجار والأحجار نعم. فإن قال قائل من المشركين نحن نعرف أن الله هو الخالق الرازق، يكفي، نقف على هذا. صلى الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم